نتكلم الأول يعني للسادة المشاهدين توضيح إيه أهم التحديات اللي بتواجهها الأمن القومي المصري، وبعد كده نتكلم على حرب المعلومات. تمام. هو أول شيء طبعا الشعب المصري دايما موجود وحاضر وفي منتهى الذكاء وشايف ما يدور في الساحة. أكيد. لو جينا بصينا باختصار هنلاقي إن الوضع في السودان وضع أصبح شاب على يعني شبه نيران تحرق السودان. الوضع في ليبيا أصبحت الآن انقسام ما بين الشرق والغرب، من ناحية الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي في اتجاه غزة، حرب غزة، بعد ذلك هنخش في قصة العراق وسوريا وما دار، ثم بعد ذلك هنروح ناحية اليمن وما يحدث الآن في اليمن ومحاولة التأثير على باب المندب وحركة قناة السويس أو محاولة إقحام مصر في حرب. كل هذه الأمور منطقة بالكامل مشتعلة، مشتعلة بالآخر، كلها بالكامل مشتعلة. في نفس الشيء هذا الاشتعال بطريقة ما أو بأخرى بيأثر على الوضع داخليا. أيوة. وصل الوضع داخليا من ناحية الاقتصادية رقم واحد، فكرة المحاولة دائما تقليب الرأي العام. أنا بتكلم في حتة إن الشعب دايما حس إن احنا هنخش معركة أو المعركة دي غالبا مش ممكن هتكون محسومة لصالحنا، باعتبار أن في أطراف أخرى دولية موجودة ومحاولة التقليل من شأن القوة العسكرية المصرية أو محاولة تقليل شأن صوابة القرار السياسي العسكري وقت الأزمة. كل دي تعتبر تحديات حاليا واضحة جدا عيانا بيانا لأي حد. طب يعني إيه حرب معلومات يا سيادة العقيد، وإزاي الحرب دي أو المعلومات دي بتخدم مخططات لجهات معينة أو لدول معينة؟ هو أولا حرب معلومات الغرض منها أو المفهوم منها هو محاولة التأثير على الرأي العام سواء كان سلبا أم إيجابا، أو معنى صح لو كان في دولتين متناحرين وفي دولة تالت طرف في النص، الدولة اللي هي التالت اللي في الطرف اللي في النص دي ممكن بإدارة عمليات نفسية أخليها تميل لدولة ضد دولة، يبقى أصبح اتنين دولتين ضد دولة، أو إن أنا أقلب الرأي العام الداخلي فيحدث انهيار داخلي من الداخل. لو جينا بصينا مثلا في الأزمة، في بداية الأزمة في العراق، العراق كان دولة مستقرة بعد الحرب ما انتهت او بعد يعني زوال حكم صدام حسين، هنلاقي ان الوضع داخل العراق كان وضع غريب، سنة وشيعة واكراد، وبعد فترة من الزمن ابتدت نيران الفتنة تضرب في الشعب العراقي لحد ما حصل العراق اتدمرت، وهذا التدمير اتنقل حرفيا الى سوريا. فلما انتقل الى سوريا، سوريا اتدمرت. لما نيجي نبص في بداية الأزمة هنلاقي هي أصلا إدارة عمليات نفسية إن أنا أقلب الشعب على بعضيه، أو معنى صح يعني لو جينا بصينا في بداية الأزمة في سوريا أصلا إيه اللي حصل، هنلاقي أصلا هو إدارة عملية نفسية إن الجيش بيضرب في المواطن، وابتلى الموضوع ده يكبر بشكل كبير جدا لحد ما حصلت الحرب. طب إيه الغرض من القصة دي كلها كان في الأصل ليه؟ لأن في إيد خفية كان من مصلحتها ان يحصل انهيار داخلي. بيبتدي الموضوع ازاي سيادة العقيد؟ شائعات عاديه بتتسرب مثلا للمواطن العادي، ومش شائعات بس، قد اكون اخد كلام مظبوط او مع صح تصريح مظبوط وابتدي ادير عليه شكل من الاشكال واخلي حضرتك انت تاخد القرار. يعني لو جينا بصينا في الاعلام الاسرائيلي مثلا على السوشيال ميديا الاسرائيليه، هنلاقي من فتره كده من اسبوعين، مش هقول اسم الحساب بس هو حساب معروف طبعا ودايما بيكتب على نفسه انه عنده الخبر اليقين وعارف كل حاجه، والحساب معروف طبعا هو يدع مين، وكتب تغريده على موقع اكس، وموقع اكس برضه علامه استفهام وهنقوله كمان شويه، بيقول ان يا اسرائيل تحصل على محور فيلادلفيا اما الدولار في مصر هيوصل 200 جنيه. طب ايه العلاقه؟ يعني ايه العلاقه بين محور فيلادلفيا وان الدولار يوصل 200 جنيه؟ هو بيديكي احساس انطباع داخلي ان هو فاعل اساسي في الازمه الاقتصاديه، وهو اللي بيسحب الدولار من السوق، او مع صح هو مخترقك معلوماتيا ومخترقك مخابراتيا، فهو قادر على تحريك الشارع او قادر على تحريك الوضع بحيث ان احنا الدوله المصريه الحكومه المصريه تسلم بما هو احلام وطموحات الدوله الاسرائيليه اللي ما قدرتش تحقق اي حاجه اللي اعلنت عنه في بدايه الازمه.